جزانا ربي ان شاء الله شقينا ودرنا اللي علينا وفرحه ان شاء الله ان شاء الله مزيد من النجاحات ونتمنى التوفيق للناس. تعب تاع سنوات فاتت 14 سنه قرايه الحمد لله ما مشاتش باطل الحمد لله على اي حال نتمنى التوفيق من الناس الاخرين ان شاء الله. ما كان الزمن احتمال كبير ما نلحقوش كنا عارفين بلي نلحقو بصح كي شفنا هذاك التصحيح الخامس مع لي باك والفيسبوك واش يهضروا ركبنا شويه وسواس وقلنا بالك ما تحصيش بالك ما لكاش ما يصرا ما نلحقوش ولا بالك رانا حاسبين روحنا خدمنا وحنا ما خدمناش بالك التصحيح الوزاري حاجه واحده بصح الحمد لله يا ربي كانت النتيجه في المتابعين ما راهش فيها تاع الفضلي الحمد لله يا ربي هذا النجاح نهديه للوالديه وكاع الناس اللي تعبوا معنا والحمد لله يا ربي تعبنا ما راحش في الباطل وان شاء الله يا ربي النجاح عقب النجاح الاخرى ان شاء الله. لا ربي وفقنا وهذا التعب تاعنا ربي يوفقك في التعب كاع وهذه هي الحمد لله عقب النجاحات الاخرى وعقب الوقت الاخر ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.